نشوفه. واحد من بين رجال نهب المال لا يدخل إلى السجن خاوتي، ما يدخلش للحبس. هذا اللي غادي نحكي لكم عليه، هذا ما غاديش يدخل للحبس. هذا روح للفيسبوك، روح لعمك جوجل، اكتب صحراوي عبد المالك. صحراوي عبد المالك، صحراوي عبد المالك، شكون هو صحراوي عبد المالك؟ أراه الآن، أراه يتابع في عبد الصمار ومجموعة من الأشخاص، راه يتابع في مجموعة من الأشخاص من بينهم عبد الصمار بالابتزاز، وراه رافع عليهم قضايا نتاع ابتزاز. أنا ما يهمنيش فيه عبد الصمار، ابتز وما ابتزوش ما يهمنيش فيه، بصح غادي نتكلموا عليه. صحراوي عبد المالك نائب برلماني عن الأفالان من مواليد ولاية معسكر، نهار اللي حل عينيه على الدنيا كان وارد 10 هكتارات نتاع أراضي، كان وارد 10 هكتارات نتاع أراضي. في 2015 شحال عنده؟ عنده 17,000 هكتار. نعم خوتي، هذه حتى الجرائد الفرنسية كتبتها عليه، كي زاد وطلع للدنيا هذه، كي ورد 10 هكتارات في ولاية معسكر. في 2015 عنده 17,000 هكتار، في 2020 عنده 30,000 هكتار. دروك الناس غادي يقولوا لي هذا رقم ضخم، رقم ضخم. كيفاش هذا يورد كاع هذا الحساب؟ صح، راكم عاقلين القضية نتاع ريم سلال. ريم سلال وشحال كان عندها؟ ريم سلال كانت تدي نص ثمن راس واضرار، بصح علاش كانوا يدوا في الاراضي الصحراويه وما يخدموهم والو؟ لانهم هما سنوا قانون، هذاك القانون انه تستطيع الحصول على قروض ماليه اذا كانوا عندك اراضي باش دير مستثمرات فلاحيه. واش داروا؟ هبطوا كاع للصحراء. صعيداني بالك تعاقلوا، ريم سلال، هذو اللي رانا نذكروهم، اللي راني نعرفهم انايا، ريم سلال وصعيداني واحد من هادو جميعي، هبطوا كاع للصحراء وبداو يشرو في الاراضي، وبداو يدوا في الاراضي نتاع الصحراء، يعاودوا يرفضوا دوسيات نتاع مستثمرات فلاحيه، يروحوا للبنوك يرفضوا الاموال اي ويطرسوا بهم للخارج. صح، هذا وصلت عنده 30,000 هكتار، وراح شرى اراضي في معسكر، في اضرار، في وهران، في تيارت، في مستغاليم، وفي ولايه البليده، ودار بعض المستثمرات الفلاحيه. بصح ادى قروض كبار، بصح كيفاش باش وصل واصبح رجلا ثريا؟ وصلت عنده الثروه نتاعو ازيد من مليار دولار، ازيد من مليار دولار. مليار دولار كنت تصرفها راك تشري ولايه كيما ولايه وهران. صح، خلونا. امتلك هذه الاراضي بالدينار الرمزي، شراها بالدينار الرمزي عن طريق واسطه. واسطه شكون اللي صنعه؟ صحراوي هو رجل دح ولد قابليه، دح ولد قابليه، هو راح صاحب ولد دح ولد قابليه، ودح ولد قابليه هو اللي مكنه باش يمر ويطلع هذه الطلعه الصاروخيه. دح ولد قابليه هو الامين العام لوزاره الداخليه ابتداء من 2001 الى 2010. ايضا دح ولد قابليه هو وزير الداخليه منذ 2013، من 2010 الى غايه 2013، وكان يستغل باش تعاودوا كاع تولي الشرعيه الثوريه وتولي لارمي، وكان يشتغل رئيس المالك ابان الثوره، شايل المالك وزاره التسليح والمراسلات العامه. هادو خاطرش في وقت الثوره جهاز المخابرات كان يسموه المالك، والمالك كان هو المسؤول عن التسليح وعن المراسلات العامة بين الجهات الخمسة أو الستة، والنواحي الخمسة أو الستة في إبان الثورة التحريرية. ثم ارتبط هذا صحراوي، ارتبط بليفسيو ولا صاحب حداد، ونهب عدة أراضي خاصة ولم يدفع ثمنها، كل شعال من واحد في أرض نتاعو ودهاله وراح بيها. صح، مازال كاع ما دار والو، حتى لدروك مازال ما دار والو خاوتي. صاحب مجمع بيترو سير للزيوت، السيارات ومحطات الوقود، عنده بومبا تاع ليسونس في كل ولايه جزائريه، في كل ولايه جزائريه عنده بومبا تاع ليسونس اللي تعرفوهم اسمهم بيترو سير، بيترو زير. بيترو زير راك تكتبها في جوجل راهي تخرج لك شايله بيترو زير. عنده بومبا تاع ليسونس وعنده الزيوت نتاعو وعنده عنده الاخر صناعات التحويليه نتاع البترول، داير يد في يد الخليجيين ويصنع الزيت نتاع الواطه ويصنع
المشتقات الزيوت نتاع السيارات، وعنده محطات نتاع وقود في كل ربوع الوطن، صح. كان يستثمر في السودان وقام بنقل 50 مليون أورو إلى السودان، وبنى تماك مزرعة خاصة باش يصنعوا زيوت، راني جاي للزيوت تاع المائدة، وسماها مزرعة عبد العزيز، سماها مزرعة عبد العزيز. خاطرش علاش؟ بالنسبة ليهم عبد العزيز بوتفليقة حاجة ما صراتش، حاجة ما صراتش. في وقت عبد العزيز بوتفليقة نصنعوا هادو، ولدوا هادو، ولاو كاينين هادو. هادو ما يكونوش، لو كان كاين، لو كان كان حكم، حكم عدالة، ما يكونوش كاينين هادو. علاش خاوتي؟ ليومنا هذا رغم خروج الحراك، لا رغم خروج الحراك ما بغاوش يخرجوا للخارج، سمحوا لي تشوفوا. ما بغاوش يروحوا للخارج هادو، حتى ولما وقع الحراك ما رفدوش دراهمهم وراحوا للخارج. علاش؟ خاطرش كي تجي هنايا لاوروبا، هذا الثراء الفاحش هذا باش تطلع من الصفر للمية في ظرف ثواني ما عندهمش هنا في اوروبا. هنا في اوروبا لما تستثمر الخدام اللي عندك ما تنجمش تحقره، الخدام اللي عندك تسوريه، الخدام اللي عندك ما تنجمش تحبسه غير هاك، الخدام اللي عندك يولي شريك معاك في الشركه، شريك معاك في الشركه، ما تنجمش تحقر الخدام، ما تنجمش تاكل حقه، ما تنجمش تتهرب من الضرائب. كي تكون هنا في اوروبا لما تستثمر الدوله تدخل معاك بالنص، وهذاك النص اللي تدخل معاك به الدوله باش يعيشوا الفقراء والناس اللي عايشين تحت خط الفقر، ماشي باش يردوا الدراهم ويديروا في جيوبهم. لما تكون هنا في اوروبا تستثمر في اوروبا ما تنجمش تشري الناس، ما تنجمش تشري برلمان، ما تنجمش تشري وزير، ما تنجمش تشري قاضي، ما تنجمش تشري شرطي، عليها ما يبغوش يهربوا لاوروبا، عليها يردوا الدراهم هادو يروحوا بهم لموريتانيا يستثمروا فيهم، يروحوا يستثمروا في السنغال، في نيجيريا، يستثمروا في الجزائر. يستثمروا في الجزائر خاطرش ينجم يشري حتى جنرال في الدرك الوطني، كما بالقصير وكما من دنوبه وكما بسطيله وكما كما هذا اللي راك واسميه نور الدين، وكما يحيى علي والحاج، وكما تنجم تشري ضابط تاع مخابرات في بلادنا. في بلادنا يستثمروا خاطرش تنجم تشري قاضي، تنجم تشري رئيس بلديه، تنجم تشري اصوات في البرلمان في الانتخابات. عرفتوا علاش ما يبغوش يروحوا يدوا الدراهم ويهربوا ويقعدوا في الخارج؟ لانك لما تشري فندق في الخارج الدوله تدخل معك شريك والضرائب تخلصها ويدخلوا معك بالنص، صح. اشترك ايضا مع ابناء علي بن علي، الجنرال علي بن علي، في البناء، وداروا مقاوله سموها ايريغو، داروا مقاوله يسموها ايريغو. ايضا دخلوا ولاو عندهم شركه نتاع الاسمنت المسلح في الغرب الجزائري، خاصك البيطون واجد، تعيط للشركه نتاع صحراوي يجيب لك البيطون حتى لعندك. عندهم ايضا شركه عملاقه لتعبيد الطرق، عندهم شركة عملاقة لتعبيد الطرق، وتحصل عن طريق سلال تحصل على عدة مشاريع في الجزائر لتعبيد الطرق، ودار من مراها دراهم حمراء. وقد قدم 10 ملايير سنتيم، كان يشوفوا خوتي، قدم 10 ملايير سنتيم إلى الغوتي ولد عباس للحصول على مقعد في البرلمان، وهذه مشي أنا قلتها، هذه هما قالوها. الغوتي ولد جمال ولد عباس مدلو 10 ملايير سنتيم باش تحصل على مقعد في البرلمان. واش يدير بمقعد في البرلمان؟ باش يحمي روحه من المتابعات القضائيه، يلبس درع الحصانه الدبلوماسيه. شريك عرعار في كاريرات الجرافي في ولايه غليزان، وهذا بسببته طاح عرعار. تسمى من بين الاسباب اللي حكموا عرعار دكوه للحبس قضيه تاع صحراوي، كان يكوفري في صحراوي. شريك ابنه الهبيري، الهبيري نتاع الشرطه بالك تعرفوه، هو شريك معاها في شركة أمن وحراسة في منطقة في المناطق البترولية في الجنوب، عنده شركة حراسة، شركة أمنية للحراسة في الجنوب الجزائري في المناطق البترولية، صح. صرح طليبة بأنه كان يرشوي 10 ملاير، كان يمد 10 ملاير دوريا، ما نجمش نقول لكم هذه دوريا، اسكو شهر 20 يوم 40 يوم، كان يمد 10 ملاير سنتيم لأبناء القايد صالح باش يحموه من بوعز زواسيني ومن رجال ضباط الشرطه وضباط الدارك، كان يمد لهم الاولاد القايد صالح باش يتوسطوا له عند بنويره وعند باباهم باش ما يديروا له والو، كان يمد لهم 10 ملاير سنتيم دوريا. زيد كاينه حاجه واحده اخرى راني ناسيها عليه، ايه عنده زيت العافيه خاوتي، عنده زيت العافيه هذه هنايا وصاي نحبس انا، ما نزيدش نكمل اللايف. عنده زيت العافية خوتي،
صح. زيت العافيه كان ينقلوا خاوتي في السيتيرنات نتاع المازوت، كان يدي السيتيرنات نتاع المازوت تفرغ المازوت او تفرغ الزيت نتاع الطوموبيلات هذا ولا، ومن بعد يعمروا فيها مباشره زيت المائده وينقلوه من بلاصه لبلاصه، وتفجرت القضيه وتكلموا عليها. لكن شكاره فعلت فعلتها. زيت العافيه تفكروا مليح خاوتي، زيت العافيه كان ينقل فيه في صهاريج نقل المحروقات، في صهاريج نقل المحروقات، وتفجرت القضيه ودارت في اجهزه المخابرات واجهزه الامن الجزائريه، لكنهم اقفلوا الموضوع، اغلقوا الموضوع وكأن شيئا لم يكن. هذا خاوتي المافيا تاع بلادنا مازال ما كانش، بالك مازال ما سمعتش انه كاينه مافيا جرأت على شعبها وضرت شعبها كما ضرونا هادو. علاش تسمع حالات السرطان؟ حالات السرطان هذه اللي راهي عندنا حنايا في الجزائر وماهمش مادين، نفس حنا كما حنا كما مصر، حالات السرطان في الجزائر بسبب اوباش كما هادو، بسبب وحوش كما هادو خوتي، وحوش. المهم المال، المهم الدراهم، يجيبوا البسه صينيه مسرطنه، يجيبوا ماكولات مسرطنه، يجيبوا اسماك مسرطنه، يجيبوا اي حاجه، المهم انهم يديروا الدراهم. سمعنا قلنا على الحديد المسرطن اللي جابوه جهه المسيله وبناوا به وكتلوا عباد عائلات عائلات، شفنا عمارات الدروك مازال ما تفجرتش، بصح استناو في السنوات القادمه سكنات عدل هادو البي بي والبيا هادو اللي راهم يبنوا فيهم، غشوا في السيما، غشوا في الحديد، غشوا في كلش، غادي تشوفوا بعد سنوات السكنات هادو كيفاش راهي تنهار. كاين ضالات داروهم بالتيف بالكونكاسير، هذاك الكونكاسير تاع الصطادات هذاك داروا به ضالات، ضالات غشوا في الحديد، غشوا في كلش. عمارات راهي دروك راهم الناس تسكن فيها راهي تنهار على رؤوس ساكنيها خاوتي. بصح هادي مشايله السبه، ماشي غير انه العداله ما كانش، ومشي غير انه اجهزه المخابرات متواضعه. عقليه نناشد، عقليه نناشد، نحن نناشد الوزير الفلاني ونناشد الوزير الفلاني ونناشد الوزير الفلاني، هي اللي خلاتنا كيما هاك. لانه الوزير هذاك اللي راك تسمع فيه على باله باللي انت راك تنافق فيه، على باله باللي انت على بالك باللي هذاك الوزير فاسد، ولا هذاك القاضي فاسد، ولا هذاك الرئيس فاسد، ولا هذاك المدير الامن فاسد، على باله باللي انت على بالك به باللي فاسد، بصح يقول لك راه ينافق فيا، على بالهم باللي راه ينافق فيه، هو على باله باللي راك تنافق فيه. الصحافه على بالهم باللي هذه الصحافه منافقه، وصحافه نتاع بين قوسين، صحافه نتاع دعاره وصحافه فاسده، تخليه تفتح له الباب وتخليه يدخل الدار ويصور، تخليه انه تسمح له انه يدير حصص تلفزيونيه فاسده. وكان جينا حنايا كاع على قلب رجل واحد ياك، وما ناشدك ما والو، ما نسحقش مزيتك، ما نسحقش مزيتك، تخرج مظاهرات وما تخليهش يكلخ لك، ما تخليهش يضحك عليك، يقول لك روح نروحوا لطائطه ولا مفاوضات نتفاوضوا ولا اعطينا الوقت ولا، وانت تسكت ولا تكون تهضر في هضره لما تشوف الصحافه ولا تشوف الوزير تبدل كاع السوجي وتبدل كاع الموضوع. هذه هي اللي خلاتنا انه يوصل واحد كيما صحراوي 13 هكتار من بعد ولا يجيب لنا الزيت يجيبه لنا في الكماين تاع الكاربيرو.